غربنا شرقنا غربنا شرقنا طعمية شرفنا فوزية تدهشنا ضحكنا فرفشنا ضحكنا فرفشنا أهلا يا طعمية مرحب يا فوزية أهلا يا طعمية مرحب يا فوزية شنو يا طعمية؟ انت ماشي المطار كداري ولا شنو؟ مطار شنو يا ولد جيد؟ دي قروش ماشي اشتري بها دولة فوزية مرتي ان شاء الله بس تجيب لي بعد ده والله مع الزيادات دي ما اظن تجيب لك الادوية بقت غالية جدا يا اخي عندي قريبي عشان اشتري له دواء الا باع كليته رجع اشتري الدواء لقى سعره زاد تاني فقام اضطر باع كليته التانية كمان هو قريب اقدر اركب فلاتر بعد ده ولا عاش كيف يعني؟ فلاتر شنو يا طعمية؟ هي وين الموية اللي بيركبوا ليها فلاتر؟ اصلا بتتلحس قبل ما تصل الكلى الشعب ده كله كلاويه بتكون واقفة زي ساعات البنات صدقت والله يا ود جيد المشكلة مع الاسعار العالية دي ذاتها ما في يا اخي عندي ود عمي سمين الكوليسترول بتاعه زايد كتبوا له علاجات عليه باليابين بفتش فيها لما بقى ضعف مني وبقى كويس ذاته ما احتاج تاني لعلاج يا اخي الصيدلي تديه الروشته بتخيل سؤال اجب بلا او نعم بتاع الامتحانات داك يقول لك دا في دا ما في دا ما في دا في يا اخي بعرف واحد صاحبي في دكتوره قالت له كل الادويه متوفره عندها تصدق من الفرحه لا من عقد عليها لفت 100 حته راحت مني الروشته لفت 100 حته راحت مني الروشته انت يا طعميه خالد باسطه ده مش كان يتعالج من موضوع الانبوبه وصف العيش داك مالو تاني يا اخي البلد دي لو ما جنيت بالصف بتلاقي 100 حاجه جننك زي ما قال الشاعر من لم يجن بالصف جن بغيره تعددت الاسباب والجن واحده هيا زول نوريك خالد باسطه ده بعد يتعالج ورجع لشغله تعب شويه كده واحتاج علاجات فبيقى لاف في الصيدليه زي 3 شهور كده فتش وما لاقي علاجاته يوم بالصدفه اللي قال لقينا الصيدلي قال له ولا تديني الروشيتا يلا خالد باسطه ده كان مع حوام ده كم شهر ديل ضيع الروشيتا مسافه يرجع للدكتور يجيب روشيتا جديده ويجي لقى الدواء خلص من الصيدليه اها ومن يومها وفي الحاله دي لا حول ولا قوه الا بالله كذلك الله يا ود جيد استاذ انا كتابع رحلتي في البحث عن علاج انا كمان قبل الحق خالد باسطه يا الله يا طعميه بالتوفيق يا اخي كان الله في عونك السلام عليكم ورحمة وعليكم السلام ورحمة الله يا عمك صالة المغادرة دي لسه ورانا كمان بكم شارع شكلك مارق من البلد دي بإجازة المصافي لا من ما واعزاته مغادرة شنو يا زول أنا بعد كده إلا غادر من الدنيا عديل لكن بقى صلعتي عمل التوأمة مع ظهرين مغادر لا جنو داني والله صلعتك شازة يا أخي كضب عليك كان نفسي أقول لك عندنا ليها علاج لكن باللمعان اللي أنا شايفه ده مشروع الجزيرة ممكن يقوم لكن صلاتك دي ما بتقوم كذلك الله خلينا من صلاتي بشعرك العام زي الشوكة ده أنا عايز ليه ده ولا ما متوفر يا عمنا يا زول قول بسم الله انت عرفت كيف أنا ذاتي داير يا دوا ولا بيجدوا معلقين في ما متوفر دي ما محتاج عارفه ذاته انت ما سمعت صوت الانذار الضرب ده ضرب طنه مخصوص لنوعك ده عشان ما يضيع لنا زمننا أقل من 700,000 جنيه بيضرب طوالي لأنه ده سعر أقل دواء عندنا هنا بعدين أنت ما محتاج جهاز إنذار ذاته يا أخي ريحة فلسك ضربت الصيدلية كلها مما فتحت الباب أول مرة تلاقيني ريحة عندها طعم مش كده يا سعاد؟ صدقت يا دكتور على قول المثل الباب اللي بيجيك منه الفلسان أملاه بومبان أقل دواء عندكم هنا ب700,000 ليه ده بيعالج مشاكل البلد ولا بيعالج مرض حامد؟ قاعد دواء ب700,000 قال يا اخي انت قاعد نفسك اخترعته ولا جنو بالله الزول الصلعه مطقمه مع جيوبه ده لسانه اطول من صف العيش
الو صيدلية تكرب قاشك؟ ما متوفر. اقصد ايوه اتفضل اتفضل. معليش يا دكتور، كنت عايز اسالك يا اخي، لو عندكم ساميكسون؟ ما متوفر. طيب عندكم فيتامين سي؟ ما متوفر. طيب بلاقي عندكم كلاكسين؟ ما متوفر. وطيب فاتحين لشنو يعني؟ ما متوفر. ما تقلبوها زاوية واكسبوا اجر؟ ما متوفر. لا حول ولا قوة الا بالله، علق خلاص. ها يا شيخنا، عليك الله ما تضيع لنا زمننا، عندنا شغل كثير. شغل شنو يا دكتور؟ هسه ما متوفر ده، عايز لازول يقعد في الصيدلية زاده؟ يا اخي اشتري لك مسجل وسجل العبارة دي وخليها تكون مدورة كده، وخد لك اجازة، وبالمرة تريح زهرة الليد وشايلة فوق اكتافك دي. يا اخواننا دي مصيبة، شنو اللي وقعنا فيها دي؟ كده قول لي انت عايز شنو طيب؟ يا اخي مرضي عندها وجع حلق عليك الله، كنت عايز لها دواء. يا زول انت مجنون؟ زوجتك عندها وجع حلق، دي جاتك هدية من السماء، تمشي تفتش لها علاج براك؟ مرتك دي الا تكون بك ما عشان تجي تفتش علاج لحلقة بقلب قوي كده. هبك ما وين؟ والله يا ريت، هذه عندها لسان ينسج عن قريب، لكن زي ما تقول كده انا ادمنتني قد الصباح والمساء، بقيت لو ما سمعتها جسمي كله بياكلني. عليك الله بقى يعني بقروشيتي، خلينا نتخارج، انا معي 600 اللي فيها، خلي لكم شوية انسانية، الواحد لو ما عنده قروش يموت لكم يعني ولا كيف؟ الموت حق يا حبيبنا، ما عندكم قروش انا عايشين لها شنو؟ تموتوا مع الناس بس، مش كده يا سعاد؟ صدقت يا دكتور، على قول المثل موت الجماعة فلس. سعاد ذكرتني بواحد صاحبي ساكن في كوبر، بس ما تكون دي برضو مرتك؟ ايوه مرتي، نفس الدواء بس شركة تانية. ايوه ها عرفتك، جهزت العقودات؟ لا 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 لا، اتفقنا على عمارة في الطائف، واحدة في الرياض، واحدة في كافوري، عمارتين بس ما بتنفع كده، الا اديك شريط واحد بس. ايوه دي ليك انت بس والله. خلاص جهز عقد العمارة الثالثة واتصل بي. سلام. ثلاثة عمارات عشان ياخد علبة دواء؟ وصل ده انت ثلاثة عمارات اللي بيخليه يمرض شنو ذاته؟ هدق مالوحة السيدة، في شبح مفلس دخل الصيدلية ولا شنو؟ هو في شبح غيرك؟ طالما انت جوا الصيدلية الانذار ده ما حيقيف، انا عشان ارتاح منك بس بشيل قروشك الوهمية دي وبديك البنادول. قصرت معاك؟ وده حيعالج مريدي كيف؟ يغني لا سكر بعشرك في الحلق؟ لا لا يا اخي انت مشيت بعيد، انا قصدي لك البنادول الحبوب الواحدة دي، يعني فلس وعدم فهم كمان. يعني عايز اشيل من 600 الف وتديني بنادول؟ يا زول انا فوزية مرديد من عرفتها وتزوجتها وهسي معاها اكتر من 40 سنة، القروش صرفتها فيها لحد هسي ما وصلت 50 الف. من دربي ده واقرب عطارة نشوف لها جنزبيل ولا قرفة ولا اي مصيبة تشربها ونخلص. قال 600 الف قال. سبحان الله، انا من شفت صلعتك الفلكية دي عرفت انه مخك صغير، لانه بحسب اخر دراسة علمية المخ بيمسك الشعر من جوا، وكل ما كان المخ كبير الشعر بيكون غزير والعكس صحيح، مش كده يا سعاد؟ صدقت يا دكتور، الصلعة طول النخلة والمخ مخ السخلة. طالما هذا اسلوبك انت ومساعد الياي ده كده عرفت انكم مستحيل تكونوا صيادلة، شكلكم سماسرة، وفي السماسرة كمان سماسرة فقر، مش كده يا سعاد؟ احكي يا طعمية قولي يا فوزية، احكي يا طعمية قولي يا فوزية، فوق الزمان الجار افراح ومنسية، فوق الزمان الجار افراح ومنسية، احلامنا طير امطارتي طير امطارتي طير امطار وغناوي معها.